البرفيوم رح نحكي عنه اليوم من شركة لاليك، شركة فرنسية، اسمها أنكر نوار سبور. يلا مرحبا عن جديد. البرفيوم رح نحكي عنه اليوم مثل ما قلنا من لاين الانكر نوار من شركة لاليك، هي الانكر نوار سبور. من الانكر نوار ثلاثة المعروفين، الانكر نوار الاوريجينال، الانكر نوار سبور، والانكر نوار الاكستريم. بالنسبة للانكر نوار سبور رح خبركم اليوم انا تجربتي مع هالبرفان، لانه صار لها فترة عندي. هي نزلت على السوق بال 2013، البرفيومر اللي عملتها اسمها ناتالي لورسون. القنينة مثل ما شايفين ما عندي العلبة، شريها تستر، لأنه أكيد التستر أوفر لكم إذا بتلاقوها. الشيب القنينة هو مثل الكيوب، تجي كيوبيك شيب القنينة، الإزاز والغطا. الغطا بيجي خشب، خشب مظبوط، محفور عليه لاليك هون. أوكي، قنينة هون بيجي تحت الستيكرز لعلال شو الكونسنتريشن، هي أوضة تواليت 100 ملي، والباتش كود بيجي تبعها هون. اوكي، بتيجي ازاز ترانسبارون مثل ما شايفين. الجوس اللي بقلبها لونه هيك اخضر غامق، اخضر غامق. اوكي، السبراير كتير منيح تبع السبراير، هيك توزيع البارفان بيطلع حلو منه. بالنسبة للريحة، افتتاحية برجموت مع جريب فروت مع ناتميج. برجموت والجريب فروت هن حمضيات، ناتميج هي جوزة الطيب، نعرفها مستعملة بلبنان بالطبخ. بيرجع عنا الميدل نوتس سايبرس لافندر ووتري نوتس. السايبرس هو السرو، شجر السرو استخرجوا منه كمان زيوت بيستعملوها. اصلا رح تحسوا دغري بالسايبرس، بس ترشوا منها البرفان دغري رح تتذكروا السارو، الحبوب اللي بيبقوا بالسارو هيك، بس نمعصهم هيك بتطلع منهم هاي الريحة رح تتذكروها دغري. الووتري نوتس اللي فوتوا اياها، يعني النوتات المائية، لا يعطوه طابع السبور. بالبيس نوتس تبعها عنا الفيتيفر نجيل الهند والماسك، وشي اسمه كشمير وود. الكشمير وود هو منه خشب، هو الكشمير هو نوع قماش كتير غالي وكتير فخم. فعملوا خلطة اللي هي سيدر وود مع امبر مع ماسك مع فانيلا مع بعضهم، هو اللي اذا انخلطوا بيعطوا اكور سموه كشمير وود، بيعطي ريحة قريبة للقماش الكشمير، ليعطوها شوية لكجري للبرفان، لانه قلت مثل ما قلت لكم فيها انجريدينتس كتير كتير ناتشرال الانجريدينتس اللي فيها. يعني هيدي البارفان لو اذا بتنحط بقنينة شانيل او شي بتنباع بسعر اغلى بكتير. بالنسبة للبرفورمانس تبعها، انا عم تعطيني بحدود الخمس لست ساعات بكل رياحة، وبتعطي اول ساعة ونص فواحين حلو. سعره تقريبا بين ال 30 وال 45 دولار بالسوق، وكريحة كتير حلوة كتير فريش. أكيد هيدي بتستعمل صيف وربيع، وبالخريف بتمشي حالها كمان إذا الطقس حلو، وانصحكم فيها جربوها، برفان كتير حلوة. واللي بده حابب يجربها يعجل، لانه سمعت انه هيدي صار ديسكونتينيود، يعني انه ما عاد عم تتصنع، يعني بس تخلص الكمية اللي بالسوق ما رح تعود تلتقى، او بصير اذا التقت رح يصير سعرها اغلى بكتير. بتمنى تكونوا استفدتوا، وبشوفكم الله راد بفيديو جديد.